145 678 بنسبة نجاح 74.5%. بالنسبة للبنات عدد الحاضرين 200، عدد المتقدمين 245805، عدد الحاضرين 204646، 240646، عدد الناجحين 188503. بنسبة النجاح 78.3%. الجملة بقى العدد الكلي بنين زائد بنات، عدد المتقدمين 450، 408 طالب، عدد الحاضرين 436، 0.73، عدد الناجحين 334، 179، بنسبة نجاح كلية 76.6%. في رسم توضيحي قدامكم عايز اصوره او عايز اشوفه بيبين الاحصائيه في الاعداد موجوده على هيئه بارك شارت موجوده قدامكم. نتكلم على الاحصاء، عدد المتقدمين والحاضرين النسبه المئويه للشعبه العلميه والادبيه. لو اتكلمنا على الشعبه العلميه تقدم للشعبة العلمية 264 حضرة 252 850، ناجح 207936. بنسبة النجاح في الشعبة العلمية 82.24%. الشعبة الأدبية عندنا المتقدم 186.144، حضرة 183.223، اللي نجح 126.243. بنسبة نجاح بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية 68.9%. اتكلمنا على الأعداد الإجمالية، فاحنا بنتكلم على المتقدم تاني اللي هو رقم اللي قلناه في الجدول اللي قبل كده، بس عشان ناكد 450408 اللي حاضر بالنسبه للشعبتين 436073، الناجح 334179، النسبه العامه اللي احنا قلناها في الجدول اللي قبل كده 76.63%. عايزين بس تاخدوا بالكم ان هنا عدد الطلاب في الشعبه العلميه اكثر من عدد الطلاب في الشعبه الادبيه، وده ليه؟ ده حصل تقدم شويه في حياز الطلاب او ميل الطلاب للناحيه العلميه اكثر من الناحيه الادبيه. نفس الاحصائيه موجوده قدامكم على الشاشه بتاعه الشعبه العلميه والشعبه الادبيه، وباين قوي ان الفارق شارت مدى ان الفرق
7.7، الرياضيات التطبيقية 99.6، 90.6، بين أقدام كل نسب على الكيرف، فارق شاطر موجود يبين لك المواد والنسب بتاعتها. بالنسبة لنوعية النجاح حسب نوعية المدارس، دي برضه نسبة مهمة من النسب حسب نوع المدارس. يعني احنا عندنا الثانوي العام نسبة النجاح فيه 79.1، تجريبي لغات نسبة النجاح فيه 85.7، خاص معاد 76.6، مدارس خاصة بمصروفات 56.5%، مدارس خاصة لغات 89.1، منازل وخدمات 31.7. برضه في الانشاءات موجودة قدامكم بتبين لك النسب بتاعت النجاح لكل نوعية من انواع المدارس. عايز اطمن الصحفيين اللي منهم شايل الايميل بتاعه شغال دلوقتي، ده بعتها لنا ليكم دلوقتي على الايميل بتاعكم. عايز اطمن الصحفيين اللي منهم معاه يو اس بي او شغال اللابتوب بتاعه، هيستقبل ايميل حالا دلوقتي هيلاقي عليه كل اللي احنا بنقوله ده. لا واحد راح لكل الصحفيين امبارح، لان في واحد عامل عقد معاه. لو حضرتك عامل العقد كتبت كده اللغة العربية لو سمحت، يعني مؤتمر صحفي بعد ما تخلص يبقى يوصل لحضرتك الإحصاء بعدد الطلبة الحاصلين على النهاية العظمى في كل مدرسة. اللغة العربية 233، لغة أجنبية أولى 731، لغة أجنبية ثانية 254، الرياضيات البحتة 133، الكيمياء 15843، الأحياء 23804، الجيولوجيا 16448، الفيزياء 4971، 4971، الجغرافيا 1614، علم النفس 22046، التاريخ 1186، الفلسفة والمنطق 22386، التربية الوطنية 9129، الاقتصاد والإحصاء 51، التربية الدينية 629، الرياضيات التطبيقية 1828. برضو الحلقة اللي موجود بار تشارت اللي موجود بيبين أعداد الطلاب اللي حصلوا على الدرجات النهائية في المواد المختلفة. نسب في هذه المجموعة في نسبة من الحاجات الكويسة والمهمة إن إحنا الطلبة اللي جايبين من 95% إلى 100% نسبتهم 12.7%. الطلبة اللي جايبين من 90% إلى 95% نسبتهم 18.1%. الطلبة اللي جايبين من 85% إلى 90% نسبتهم 16.9%. لو احنا اتكلمنا مجموعهم دول يعني معنى كده ان الطلاب اللي جايبين فوق ال 85% نسبتهم تقريبا 47%، اللي جايبين فوق ال 85% نسبتهم 47%. نكمل بقى من 80 الى 85 15.2%، من 75 الى 80 13.2%، من 70 الى اقل من 75 10.7%، من 65 إلى 70 8%، من 60 إلى 65 4.2%، من 55 إلى
3